السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه الفرقه الثالثه اتصالات في محاضره جديده من محاضرات ماده انشاء شبكات الاتصالات. انا دكتور محمد غبوشي، وان شاء الله في المحاضره بتاعتنا النهارده هنناقش وهنتكلم على السب جيت واي تو سب جيت واي كول فيا السب دايركت سيرفر سكسسفول كول فلو سيناريو. ان انا عندي سبسكرايبر A عايز يكلم سبسكرايبر B via بابكس A، أنالوج بابكس A وأنالوج بابكس B عن طريق جيت واي راوتر، سيب جيت واي راوتر واحد وسيب جيت واي راوتر اتنين via الريدايركت سيرفر. احنا اتكلمنا في المحاضرة اللي قبل كده ان انا ازاي السبسكرايبر A يكلم السبسكرايبر B via البابكس A والبابكس B، يعني السبسكرايبر A ده كونكتد ب او لوكيتد في بابكس A، وسبسكرايبر B لوكيتد في بابكس B، وبابكس A كونكتد تو جيت واي راوتر واحد اللي هو سيب جيت واي راوتر واحد via البورت B، وبابكس B كونكتد بسيب جيت واي راوتر اتنين via البورت B، والاتنين دول عايزين يكلموا بعض ثرو الاي بي نتورك. اتفقنا في المحاضره اللي فاتت ان احنا او في المحاضرات اللي فاتت احنا عملنا اول مره ان اول حاجه خدناها خالص ان انا عندي سبسكرايبر اي او يوزر اي ده كان اي بي فون بيكلم سبسكرايبر بي كان اي بي فون برضو ثرو الايه البروكسي سيرفر من خلال الاي بي نتورك، ان انا عندي بروك سيرفر واحد وبروك سيرفر اتنين وبيكلموا بعض ثرو الترابيزويد اللي احنا شرحناه في المحاضره قبل كده. وبعد كده اتنقلنا ان انا عندي جيت واي واحد وجيت واي اتنين، والاتنين عايزين يكلموا بعض كسبسكرايبر A وسبسكرايبر B او يوزر A ويوزر B، وكنا شرحنا الكلام ده من خلال ان هما الاتنين برضو اي بي فونز. وبعدين اتنقلنا لخطوه بعد كده ان انا عندي هتكلم على البي اس تي ان نتورك، او هتكلم على ان انا عندي النتورك دي او السبسكرايبر ده انالوج مش اي بي فون، وعايز السبسكرايبر ده يكلم السبسكرايبر ده، يعني سبسكرايبر A يكلم سبسكرايبر B. فشرحنا في المحاضره اللي فاتت ان انا ازاي اوصل سبسكرايبر A وسبسكرايبر B ثرو جيت واي واحد لجيت واي اتنين ثرو مين الاي بي نتورك. يبقى انا عندي ده كده الجزء ده انالوج والجزء ده انالوج، وفي النص الاي بي نتورك اللي هو ديجيتال من هنا باكيتس. طيب انا عشان حاجه زي كده اتفقنا في المره اللي فاتت ان انا عندي كان جيت واي واحد راوتر بيكلم جيت واي راوتر اتنين. الجديد في المحاضره دي النهارده ان انا عايز جيت واي واحد يكلم جيت واي اتنين ثرو الريدايركت سيرفر، تمام كده؟ تمام. فاحنا لو جينا نوصف هنقول ان انا دلوقتي عايز اللي انا عايزه ان انا عندي سيب جيت واي واحد عايز يكلم سيب جيت واي اتنين فيا السيب دايركت سيرفر. فانا عايز اشوف ايه السكسسفول كول فلو سيناريو هيبقى شكله عامل ازاي. يبقى انا عندي دلوقتي اللي انا عايز اناقشه في المحاضره بتاعتنا النهارده ان انا عندي السكسسفول كول فلو، ازاي احقق كول فلو سيناريو سكسسفولي ما بين سيب جيت واي راوتر او سيب جيت واي سيرفر مع سيب جيت واي سيرفر تاني ثرو او فيا السيب ريدايركت سيرفر. فاحنا هنا قلنا زي ما قلنا من شويه وشرحنا في الفيجر بتاعنا، قلنا ان انا عندي تو اند يوزرز، يوزر A ويوزر B، عندي اتنين مشتركين او اتنين مستخدمين او اتنين سبسكرايبرز او اتنين يوزرز، يوزر A ويوزر B عايزين يستبلش كول ما بينهم. يوزر A located within A او at بابكس A في السنترال الداخلي او الانالوج اكستشينجر بابكس A، وبابكس A connected to SIP gateway واحد، وعندي اليوزر بي از لوكيتد ات بابكس بي، وبابكس بي ده كونكتد تو سيب جيت واي
2، وبيقول لك ان يوزر بي فون نمبر رقم بتاعه الاكستنشن بتاعه 3 5 3 0 2، والسب جيت واي 1 كونكتد تو سب جيت واي 2 اوفر ان اي بي نتورك فيا ريدايركت سيرفر. وبيقول لك الكول فلو سيناريو هيتم كالاتي: يوزر A هيعمل او هيطلب يستبلش الكول او هيكول اليوزر B. يبقى انا عندي هنا الكولر اللي هو A والكولي اللي هو B فيا مين؟ فيا السب جيت واي 1 يوزنج السب ريدايركت سيرفر. طيب يوزر B هيانسر الكول ويوزر B هو اللي هيعمل هانج اب للكول. يبقى انا السيناريو اللي هيتم عندي كده: ان انا عندي يوزر A هيطلب ان هو يكلم يوزر B عن طريق السب جيت واي 1 باستخدام السب ريدايركت سيرفر، ويوزر B هو اللي هيانسر، هو اللي هيقف هوك، تمام، ويوزر B هو اللي هيعمل هانج اب، او هو اللي هيديسكونكت، او هو اللي هيعمل ريليز، او هو اللي هيعمل ترمينيت للسيشن او الكول في الاخر. طيب تعالوا نشوف انا عندي ايه السيناريو اللي بيحصل. انا عندي في الاول الخطوه الاولى الاولانيه خالص، ان انا عندي هنا، لو تعالوا بس نرقم الدنيا هنا الاول، ده كده بيمثل لي الجيت واي رقم 1، وهنا ده الريدايركت سيرفر، وعندي هنا ده الجيت واي 2، وعندي هنا ده البابكس بي، وعندي هنا البابكس اي، وعندي هنا المفروض ده كده كونكتد بي سبسكرايبر بي انالوج، وعندي ده كونكتد سبسكرايبر ايه. فاللي بيحصل عندي السيناريو كالاتي: اول حاجه بيحصل عندي حاجه اسمها كول سيت اب من بابكس A للجيت واي الاولاني. الكول سيت اب دي، ده ان انا بيحصل لها انيشيشن ما بين البابكس A والسب جيت واي الاولاني. الكول سيت اب دي بتشمل ايه زي ما اتفقنا؟ دي بيبقى فيها كل الستاندرد ترانزاكشنز، كل المعاملات الستاندرد اللي ممكن تحصل من اليوزر A عشان يحاول يتصل باليوزر B. يبقى احنا دلوقتي بابكس A او يوزر A او سبسكرايبر A بيطلب من البابكس A رقم بتاع او الاكستنشن بتاع اليوزر B اللي هو 3 5 3 0 2، فالبابكس بي بيبتدي يعمل كول سيت اب مع الجيت واي راوتر الاولاني. وده زي ما اتفقنا ده معناها ايه؟ معناها ان بيحصل انيشيشن ما بين البابكس اي وما بين الجيت واي الاولاني. بعد كده اللي بيحصل ان السب جيت واي الاولاني بيبعت invite signal للريدايركت سيرفر، ودي بتعتبر الانيشيشن لليوزر 2 ان هو يشارك في الكول سيشن. بس في الحاله دي انا هنا كل اللي انا عايزه ايه؟ اللي انا عايزه في الحاله دي ان انا اعرف فين اللوكيشن بتاع يوزر بي. يعني دلوقتي انا السيت جيت واي 1 ده بعت للريدايركت سيرفر، هيبعت له مين؟ هيبعت له اليو ار اي. اليو ار اي ده اللي هو زي ما اتفقنا من المحاضرة اللي فاتت
ان انا عندي الانفايت ريكوست ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على الفون نمبر بتاع يوزر بي، تمام، وده بيبقى انزرتد موجود في ريكوست يو ار اي فيلد، في خانه اليو ار اي بتاعت الريكوست بتاعنا اللي هو الانفايت ريكوست ده. وكمان بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على السب يو ار ال. السب يو ار ال دي احنا اتفقنا من المحاضره اللي فاتت ان هي بتبقى واخده شكل الايميل ادرس، بتبقى يوزر ات هوست. يعني احنا اتفقنا هنا ان انا عندي اليو ار ال بيبقى شكلها كده يوزر ات هوست، واتفقنا ان اليوزر ده بيبقى الفون نمبر ماشي، والهوست ده من المره اللي فاتت اتفقنا ان هو ايه، يا اما الدومين نيم او الرقم الاي بي ادرس او النيوميريك ادرس النتورك ادرس يعني. فده كده الدومين. وفي الحاله دي هيبقى شكل الانفايت سيت او اليو ار ال بتاعنا ده الرقم اهو بتاع اليوزر بي اللي هو عايز يتصل بيه، كولر سبسكرايبر ايه او يوزر ايه او الكولر عموما. فده 3 5 3 0 2 ات، وهنا الدومين بتاعنا الدومين نيم اللي هو companyb.com. واحنا اتفقنا في الحاله دي ان انا عندي اليوزر هو الفون نمبر بتاعنا. يبقى نرجع ونقول ان انا الانفايت ريكوست بتاعي، الانفايت ريكوست بتاعي اللي بيبعته السيب جيت واي واحد للريدايركت سيرفر، ده مهمته ان هو يقول له ايه، يا ريدايركت سيرفر انا عايز كل الادريسيز المحتمله لمين، لليوزر بي. يعني انا عايز اعرف اليوزر بي ده لوكيتد فين او موجود فين. فاللي بيحصل ايه، ان انا عندي اليوزر ايه بيبعت لبابكس ايه، بابكس ايه بيعمل كول سيت اب، بينشيت كول سيت اب للجيت واي راوتر الاولاني. الجيت واي راوتر الاولاني بيبعت انفايت ريكوست لمين، للريدايركت سيرفر. الانفايت ريكوست ده بيبقى موجود فيه اول حاجه اتفقنا عليها اللي هي الفون نمبر، رقم التليفون بتاع يوزر بي او الكولي اللي هو يوزر بي عايز يكلمه، وده بيبقى موجود في خانه او ريكوست بتاع اليو ار اي فيلد اللي هي دي اهي، اللي هي اليوزر اهو رقم التليفون دي موجوده هنا. فده اليوزر ات هوست، واتفقنا ان ده اليوزر ده رقم التليفون او اللي اتفقنا عليه اللي احنا شرحناه من شويه، ده رقم التليفون الخاص بيوزر بي. وات هوست، والهوست ده بيبقى يا اما الدومين نيم زي مثلا كومباني بي دوت كوم او النيوميريك نتورك ادرس. واتفقنا من ضمن الحاجات التانيه برضو اللي بتبقى موجوده في اليو ار اي او جوه الانفايت سيجنال، جوه الانفايت ريكوست بتاعنا، ايه هي؟ اول حاجه ان احنا عندنا في عندنا حاجه اسمها الكول اي دي فيلد، خانه الكول اي دي فيلد، ودي بيبقى فيها رقم يونيك نمبر بيحدد او بيتم الاساين ده ايدنتيفاي او از اساين تو ذا كول اللي هي حصل لها ايه انزرتد ان ذا كول اي دي فيلد. يعني انا عندي هنا رقم يونيك، الرقم يونيك ده بيتعمل له اساين او بيطلع للكول اللي هي كول ايه عايز، او كولر ايه عايز يستبدل الكول دي مع كول بي، فبيبتدي الكول دي يديها رقم يونيك، رقم واحد بس ما بيتكررش. رقم يونيك ده بيبقى اساين لمين، للكول دي اللي هي هيتم انشائها ما بين كولر اي وكولر بي، ودي بتبقى موجوده في الخانه بتاعه الكول اي دي جوه الانفايت ريكوست. واتفقنا برضو ان احنا البابكس ايه يعتبر هو مين، الكولر انيشيتور، تمام، وده بيتحط في خانه الفورم فيلد. آه
ودي وده زي ما اتفقنا البابكس ايه اللي هو ايه يعتبر الكول سيشن انيشيتور. تمام كده. اتفقنا كمان ان انا عندي رقم المعامله ترانزاكشن نمبر. الترانزاكشن نمبر ده بيتحط جوه الكول سيكونس او الكول سيت، وده ان انا رقم المعامله وزن اسنجل كول ليج. يعني انا كل ليج كل الليج الواحده بيبقى ليها رقم معامله بيتم تحديده وبيتحط في الكول سيكونس فيلد او خانه الكول سيت. وكمان بيحدد اليوزر ايه، بيحدد الميديا كابابيلتي اللي هو بيعمل لها سبورت، وبيحدد كمان الجيت واي نفسه، بيحدد البورت اللي هو مجهزها عشان يستقبل عليها الار تي بي داتا. يبقى احنا اتفقنا ان بالنسبه للانفايت ريكوست اللي بيبعته السيب جيت واي واحد للسيب كلاينت سيرفر، ده بيحتوي على رقم التليفون بتاع السبسكرايبر بي او اليوزر بي، والرقم ده بيبقى موجود وزن اليو ار ال. اليو ار ال بيبقى شكلها شكل الايميل ادرس، بتبقى يوزر ده رقم التليفون بتاع اليوزر ات الهوست. واتفقنا كمان ان الانفايت ريكوست دي بيبقى جواها بحدد مين اللي بينيشيت الكول سيشن اللي هو عندنا في حالتنا ده اللي هو البابكس ايه، وبحدد الكول اي دي فيلد، وده بيبقى فيه رقم يونيك كده بيحدد لي بيبقى اساين للكول اللي هيتم انشائها. وكمان بنحدد رقم المعامله او ترانزاكشن نمبر للسنجل كول ليج، وده بيتحط في الكول سيكونس او السي سيك فيلد الخانه بتاعت السي سيك. وبحدد الميديا كابابيلتي اللي بيعمل لها سبورت اليوزر ايه، وكمان بحدد رقم البورت اللي السيب جيت واي واحد ده بيجهزها عشان يرسيف الار تي بي داتا اللي هيبتدي يبعتها يوزر ايه ليوزر بي. الخطوة التالتة اللي بتتم عندنا بقى الريدايركت سيرفر بعد ما استلم الانفايت ريكوست بتاعنا. يبقى الانفايت ده ريكوست، هيرد علينا بايه او هيرد على السيب جيت واي واحد بريسبونس اسمه 300 مالتيبل تشويس ريسبونس. يبقى انا دلوقتي الريدايركت سيرفر استلم ريكوست اسمه انفايت وهيرد ب 300 مالتيبل تشويس ريسبونس، وهنعرف دلوقتي ليه اسمه مالتيبل تشويس. الريدايركت سيرفر ده بيرد على الجيت واي واحد ب 300 مالتيبل تشويس ريسبونس، و 300 مالتيبل تشويس ريسبونس دي بتشير ان الريدايركت سيرفر قبل يعني عمل اكسبت للانفايت ريكوست، وكمان عمل ايه بقى، عمل كونكت مع اللوكيشن سيرفر وبعت له اليو ار اي الخاصه باليوزر بي. يعني تعالى كده نشوف اهي كده هيقول لك ايه، بيقول لك ان السيرفر الريدايركت سيرفر ده بيبعت ال 300 مالتيبل تشويس ريسبونس للسيب جيت واي واحد، يقول له ايه، يقول له مبدئيا ان انا قبلت المين الانفايت ريكوست بتاعك، وبيقول له ان انا اوريدي تواصلت مع اللوكيشن سيرفر على كل البورتس بتاعت الايه اليوزر بي، وبيقول له ان انا عندي دلوقتي دورت عندي في الداتا بيس بتاعتي ولقيت الليست بكل اللوكيشنز الخاصه باليوزر بي. فبيشوف اللوكيشن سيرفر ده يبعت للدايركت سيرفر. انا عندي دلوقتي انا عندي هنا الدايركت سيرفر بعت للوكيشن سيرفر
بعت له ايه؟ بعت له اليو ار اي او اليو ار اي بتاعت مين؟ بتاعت اليوزر بي. فبيقول له ايه؟ بيقول له شوف لي يا لوكيشن سيرفر ايه البيانات اللي عندك اللي تخص اليوزر بي. اليوزر بي ده البوسيبل لوكيشنز المحتمله عن اليوزر بي عندك فين في الداتابيز. فاللوكيشن سيرفر بيروح يدور في الداتابيز عنده ويشوف كل البوسيبل لوكيشنز الخاصه باليوزر بي ويرجع يبعتها للريدايركت سيرفر. يبقى الريدايركت سيرفر هنا هيستقبل من اللوكيشن سيرفر ايه؟ ليست من كل اللوكيشنز المحتمله لليوزر بي اللي ممكن يبقى لوكيتد فيها. وبالتالي السيرفر دايركت سيرفر ده بيريترن باك، بيبعت في ال 300 مالتيبل تشويس ريسبونس ده، بيبعت ايه؟ بيبعت كل البوسيبل ادريسيز المحتمله لليوزر بي اللي ممكن يبقى متواجد فيها للسيب جيت واي واحد. يبقى نركز مع بعض تاني كده. انا عندي هنا سبسكرايبر ايه عايز يكلم سبسكرايبر بي، فسبسكرايبر ايه طلب الرقم او الاكستنشن بتاع سبسكرايبر بي اللي هو 3 5 3 0 2. فهيطلب الرقم ده، فالرقم ده هيتحول يروح لمين؟ لبابكس ايه. بابكس ايه كولكتد الدايل ديجيتس دي او الدايل سترينجز دي، هيبعت الدايل سترينجز دي لمين؟ للجيت واي راوتر رقم واحد. هيبعتها له عن طريق ايه؟ ان هو بينيشيت كول سيت اب ما بين البابكس ايه والجيت واي راوتر الاولاني. الجيت واي راوتر الاولاني ده بيبعت انفايت ريكوست لمين؟ للريدايركت سيرفر. مهمه الانفايت ريكوست دي ان هو يقول له ايه؟ يقول له يا ريدايركت سيرفر انا عايز اعرف كل البوسيبل لوكيشنز او كل البيانات اللي تخص يوزر بي عشان اعرف اوصل له هو موجود فين. فراح جاي باعت له في الانفايت سيجنال دي، باعت له ايه؟ باعت له اليو ار ال. اليو ار ال دي اللي هي ايه؟ اليو ار اي اللي هي شبه اليو ار ال. بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها رقم الاكستنشن بتاع بي اللي انا عايز اكلمه والهوست بتاعه والكول اي دي والمين الانيشيتور بتاع السيشن، مين اللي هيعمل انيشيشن للسيشن اللي هو بالنسبه لنا هنا بابكس ايه، وكمان السي سيج بتاعنا اللي هو زي ما اتفقنا السي سيج بتاعنا ده اللي هو بيحدد لي رقم المعامله او الترانزاكشن نمبر، وكمان بيحدد لي من اليوزر ايه اللي هو بيسبورت ميديا ايه، وكمان نفس الانفايت ريكوست ده الجيت واي واحد ده بيقول لي انا جهزت البورت رقم كام عشان استقبل عليها الار تي بي ميديا بتاعتي او الار تي بي داتا بتاعتي. فبيجي الريدايركت سيرفر ده يروح جاي رايح للوكيشن سيرفر وبعت له اليو ار اي بتاعت اليوزر بي ويقول له ايه؟ يا لوكيشن سيرفر دور لي عندك في الداتا بيز بتاعتك، تمام، اللي عندك هات لي كل البوسيبل لوكيشنز اللي ممكن يتواجد فيها اليوزر بي. فاللوكيشن سيرفر بيدور عنده ويشوف كده، يجمع ليست لكل البوسيبل لوكيشنز اللي ممكن يتواجد فيها اليوزر بي. فراح جاي اللوكيشن سيرفر باعت الليست دي، ردد عليها لمين؟ للريدايركت سيرفر. الريدايركت سيرفر بيروح جاي رادد هو كمان على الجيت واي الاولاني اللي هو جيت واي واحد ده، ويقول له خد يا جيت واي الليست بكل البوسيبل ادريسيز المحتمله لليوزر بي. فيروح جاي هنا ال 300 مالتيبل تشويس، عشان كده احنا بنقول هي مالتيبل تشويس، انت عندك لسته بشويه ادريسيز كتير اللي ممكن يتواجد فيها البوسيبل ادريسيز اللي ممكن يتواجد فيها اليوزر بي. هترجع لمين؟ للسيب جيت واي واحد.
السيف جيت واي واحد ده بعد ما بيستقبلها بيرد على الريدايركت سيرفر بايه؟ باكنولج سيجنال. تمام، الاكنولج سيجنال دي بتبقى رد على ال 300 مالتيبل تشويس ريسبونس، ان هو بيقول له ان انا استلمت ال 300 مالتيبل تشويس ريسبونس بتاعك. بعد كده رقم 5 بيروح جاي السيب جيت واي واحد ده بيبعت نيو او نيو انفايت ريكويست لمين؟ للسيب جيت واي 2. طيب الريكوست ده في الحاله دي بيشمل ايه؟ هيشمل برضو نفس الكلام يو ار اي، يعني هيبعت اليو ار ال بتاعه، يبقى بنفس المنظر ده كده. السيب يو ار ال، السيب يو ار ال برضو بيبقى رقم اليوزر اللي هو عايز يكلمه والهوست، وبيبتدي بقى يحط هنا نفس الكلام مين اللي هينيشيت السيشن، الكول سيشن مين؟ دافكس ايه. هنا بقى بالنسبه لنا احنا هنا الكول اي دي هياخد مين؟ هياخد اول رقم في الليسته اللي هو الفيرست كونتاكت اللي في الليسته اللي هي اللي جات له عن طريق ال 300 مالتيبل تشويس ريسبونس، يعني بيبعت كانه بيبعت العنوان الجديد بتاع اليوزر بي. بياخد اول رقم ترانزاكشن نمبر واول رقم في خانه السي سيك واول رقم في خانه الكول اي دي. يعني انا بالنسبه لي الليسته اللي جايه لي دي هي جايه لي سطور كتير، يعني هي شويه صفوف واعمده، كل صف يمثل يو سيب يو ار ال او سيب انفايت معين، يعني بيانات معينه هتلاقي فيها كل سطر ده هتلاقي فيها هتلاقي العمود نفسه، العمود هتلاقي الداتا بتاعته، عمود للسي سيك، عمود للكول اي دي، عمود للترانزاكشن نمبر اللي هو اللي موجود في السي سيك، عمود لمين الانيشيتور اللي هو كول سيشن انيشيتور، عمود لكل الحاجات دي كلها. فانا بالنسبه لي هو بياخد اول قيمه موجوده في الكول اي دي فيلد واول قيمه موجوده في السي سيك فيلد، وبياخد كل البيانات دي كانه بياخد رو واحد متكامل، وده اللي بيبتدي يبعته في النيو انفايت ريكوست للجيت واي رقم 2. الخطوه السادسه بقى بتاعتنا هنا اللي بتتم هنا اللي هي بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان انا الجيت واي 2 هيبتدي هو استلم خلاص النيو انفايت ريكوست ده من السيب جيت واي واحد، وهيبعت كول سيت اب لبابكس 2. الكول سيت اب دي السيب جيت واي 2 فيها بيستقبل الانفايت ريكوست زي ما اتفقنا من السيب جيت واي واحد، وبينيشيت كول سيت اب مع اليوزر بي من خلال مين؟ من خلال البابكس بي. بيجي البابكس بي يروح رادد بكول بروسيدنج لمين؟ للسيب جيت واي 2. بس هنا قبل ما الكول بروسيدنج بتاع بابكس بي يرد على السيب جيت واي 2، في عندي كول بروسيدنج بتاع السيب جيت واي 1 لمين؟ البابكس اي. وده بيقول له ايه؟ بيقول له ان انا بيبعت مسج فيها الكول بروسيدنج لبابكس ايه عشان يعمل له اكنولج ان الكول سيت اب بتاعك اللي انت بعته ده وصل له. بعد كده بيبتدي السيب جيت واي 2 يبعت كول بروسيدنج مسج برضو او سيجنال. الكول بروسيدنج ده ماشي قبل الكود بروسيدنج برضو في عندي هنا ال 100 تراين سيجنال، يعني احنا دي كانت رقم 7، دي رقم 8، دي رقم 9. يعني قبل ما يبعت البابكس بي في عندي ال 100 تراين سيجنال دي، دي معناها ان السيب جيت واي 2 بيبعت للسيب جيت واي 1 بيقول له ان انا وصلني الريكوست بتاعك، الانفايت ريكوست بتاعك،
بس انا لسه ما عملتش لوكيشن لليوزر بي لحد دلوقتي، لسه ما حددتش مكانه وجاري البحث عنه في الداتابيز اللي عندي. انا بعته، بعت البيانات بتاعتك اللي انت بعتها لي للبابكس بي، وقلت له اعمل لوكيت عندك يا بابكس بي، شوف اليوزر بي ده متوصل عندك فين. تمام كده. بعد كده يبقى انا دلوقتي الخطوه اللي حصلت ان انا جيت ويت مين بعت للبابكس بي عمل انيشيت تكون سيت اب، وبعدين بعد كده الجيت واي واحد عمل بعت كود بروسيدنج للبابكس اي يقول له ان انا الكول سيت اب بتاعك ده وصلني. بعدها رد الجيت واي 2 على الجيت واي 1 ب 100 تراين سيجنال يقول له ان انا الانفايت ريكوست بتاعك ده وصلني. بعد كده بيبتدي يبعت البابكس بي للجيت واي 2 اللي هي الكول بروسيدنج سيجنال. الكول بروسيدنج سيجنال دي البابكس بي بيبعت للسيب جيت واي 2 بروسيدنج مسج يقول له ايه؟ يقول له فيها يعملوا فيها اكنولج ان الكول سيت اب ريكوست بتاعك وصل. بعد كده اول لحد هنا انا ايه البابكس بي بيقول بيرد على السيب جيت واي ان انا وصلني الكول سيت اب بتاعك، بس انا لسه لغايه دلوقتي لسه ما عملتش لوكيتنج لليوزر بي او السبسكرايبر بي عندي. اول ما السبسكرايبر بي ده البابكس بي بيلاقيه او بيعمل له لوكيت او بيحدد مكانه بالظبط عنده، بيرجع يبعت اليرتنج مسج او اليرتنج سيجنال. يبقى البابكس بي اول ما بيعمل لوكيتنج لليوزر بي بيبعت اليرت مسج للسيب جيت واي 2 للسيب جيت واي 2 ويقول له ان اليوزر بي فون ابتدى، انا لقيته خلاص وابتدى يحصل ايه يعمل رينجينج. الخطوة اللي بعد كده السيب جيت واي 2 هيبتدي يبعت 180 رينجينج ريسبونس. يبقى دلوقتي عندي هنا ده 180 رينجينج ريسبونس. دي السيب جيت واي واحد، وده بيشير ان السيب جيت واي 2 عمل اوريدي لوكيتنج لليوزر بي، وان اليوزر بي اليرتنج ودلوقتي بيحصل عنده ايه؟ بيحصل رينجنج. بعد كده السيب جيت واي 1 هيبعت اليرت مسج للبابكس اي، تمام، ويقول له ايه؟ ويقول له ان السيب جيت واي 1 استلم ال 180 رينجنج من السيب جيت واي 2 وان اليوزر ايه سمعوا الايه الرينجنج باك تون، يعني يشير ان اليوزر بي حصل عنده ايه ان اليوزر بي دلوقتي بيحصل عنده ايه بيحصل عنده ان اليوزر بي مشغل الرينجنج تون. يبقى اليوزر بي دلوقتي وصل له الانفيتيشن اللي احنا عايزينه، وهو دلوقتي بيعمل رينجنج ومستني يحصل انسر، وهنا اليوزر ايه سامع الرينجنج باك تون. يبقى اليوزر بي بيشغل رينجنج تون واليوزر ايه سامع الرينجنج باك تون. تمام كده. نوصل دلوقتي بقى المهم يا شباب، احنا دلوقتي وصلنا ان انا عندي هنا الرقم، وصلنا دلوقتي ان انا عندي البابكس ايه عمل دلوقتي
وصل هنا ان هو سامع الرينجينج تون اللي جايه له من البابكس بي، وفي اللحظه دي اتفقنا ان انا عندي هنا بيحصل ايه، بيحصل وان واي فويس باص، ده تم انشاؤه ما بين السب جيت واي الاولاني والبابكس ايه، تمام اللي هو ده، وفي عندي وان واي تم انشاؤه ما بين الجيت واي 2 والبابكس بي. يعني ده خلاص ده كده مهمة الدايركت سيرفر انتهت. وفي عندي 2 واي ار تي بي تشانل تم انشائها ما بين ايه، ما بين الجيت واي الاولاني والجيت واي التاني. الخطوة اللي بعد كده بقى اللي هي الخطوة رقم 13، ان انا عندي اليوزر بي بي انصر، خلاص اليوزر بي عمل ايه، عمل اوف للهوك، رفع السماعة اهي، فبيبتدي يبعت البابكس بي كونكت سيجنال للجيت واي 2، بيقول له ايه، بيقول له ان انا بنوتيفاي الجيت واي 2 انه تم عمل كونكشن. بعد كده بنخش على ان السيب جيت واي 2 بيبعت 200 اوك للجيت واي رقم 1. ال 200 اوك ده، ده 200 اوك ايه؟ ريسبونس. يبقى انا عندي دلوقتي الجيت واي 2 بيبعت للجيت واي الاولاني 200 اوك ريسبونس، وال 200 اوك ريسبونس دي معناها ايه؟ ان الجيت واي 2 بيعرف الجيت واي الاولاني ان الكونكشن ده تم، ولو اليوزر بي بيسبورت نفس الميديا بتاعه اليوزر ايه اللي مبعوته في السيت جيت واي 1 يو ار اي، تمام. فمعنى كده يبلغ بقى ايه في ال 200 اوك ريسبونس ده الميديا بتاعته، وبالتالي ساعتها لو هو ان الميديا بتاعت يوزر 2 بي او يوزر بي دي بيتسبورت نفس الميديا اللي بيسبورتها اليوزر ايه، تمام، هيبقى يقول له ان انا موافق انك تكمل السيشن وابعت لي اكنولج عشان نبتدي ايه نستبلش السيشن او نستبلش الكول نفسها. طيب لو اليوزر بي ما بيسبورتش او ما بيدعمش نفس الميديا او ما بيدعمش الميديا اللي بيشتغل عليها، اللي شغال عليها مين، يوزر ايه، ساعتها اليوزر بي ده بيبعت في ال 200 اوك دي، ما بيبعتش 200 اوك بقى، بيبعت 400 باد ريكوست ريسبونس، وده معناها ان انا ايه، ان انا خلاص هترمينيت الكول دي، لان الميديا اللي انا شغال عليها مش بتسبورتش نفس الميديا اللي شغال عليها اليوزر ايه. وبيبقى لو تفتكروا الكلام اللي احنا قلناه ان بيبقى الكلام ده بهيدر 304 وورنينج. المهم هنفترض دلوقتي ان يوزر بي بيسبورت نفس الميديا بتاعه اليوزر ايه، فبعت ال 200 اوك ريسبونس ان بيقول له ان انا تمام وان الكونكشن تم وجاهز وخلاص، اليوزر بي اوريدي رفع السماعه اوف هوك، تمام، وانا جاهز دلوقتي لاستقبال الايه الفويس داتا بتاعتك. فهيجي السيب جيت واي الاولاني هيبعت كونكت سيجنال للبابكس ايه، يقول له ان الكونكشن تم. بعد كده البابكس A بيبعت acknowledge signal للسيب جيت واي 1، والسيب جيت واي 1
بيروح جاي باعت acknowledge receive gateway 2 و سيب جيتوي 2 بيبعت الاكنولج كونكت لمين؟ للبابكس بي. ده معناها ان انا دلوقتي كيوزر ايه انا خلاص هبعت مين الفويس داتا بتاعتي. فبنلاقي هنا ان انا عندي تو واي فويس باس حصل له استابليش ما بين البابكس ايه والجيتوي 1، وبرده نفس الكلام تو واي ار تي بي شانل حصل لها استابليشنج ما بين جيتوي 1 وجيتوي 2، والتو واي فويس باس تم او حصل له استابليشمنت ما بين جيتوي 2 والبابكس بي. ويبقى انا في الحاله دي اللي حصل عندي ايه؟ اللي حصل ان انا خلاص اليوزر ايه هيبتدي يبعت الفويس داتا بتاعته ويرد عليه الفويس بي باليوزر داتا بتاعته. طيب المكالمة تمت وحصل ان انا دلوقتي عايز يوزر ايه يوزر بي يترمينيت المكالمة، فهيبعت ايه؟ هيبعت ديسكونكت سيجنال من بابكس بي لجيتوي 2، وجيتوي 2 هيروح جاي باعت الباي ريكوست من جيتوي 2 لجيتوي 1، يبقى ده كده باي ريكوست. الباي ريكوست دي زي ما اتفقنا بتشير ان اليوزر بي عاوز ينهي المكالمه. الو ايوه طيب مش عارف. معناها ان اليوزر بي عايز ينهي المكالمه وبالتالي بيبعت الباي ريكوست ده، وفي الريكوست يو ار اي فيلد بيتم استبدال البابكس ايه سيب يو ار ال، وكمان بيستبداله بدل ما بتحط كده يتم استبدال الريكوست يو ار اي فيلد بدل ما كان فيه البابكس بي او العنوان بتاع اليوزر بي بيتم استبداله بايه؟ بحط مكانه البابكس ايه سيب يو ار ال. وكمان الفورم فيلد بيحتوي على اليوزر بي سيب يو ار ار. وبعد كده بيتم ايه يبعت الريليس سيجنال زي ما تعودنا وتعلمنا في المحاضرات اللي فاتت. وهكتفي بهذا القدر يا شباب ان شاء الله في المحاضرة دي، ونشوفكم ان شاء الله على خير في المحاضرة اللي جاية بإذن الله. مع السلامة.